لسه مكمل معاك يا جريد 6، والنهارده في يونت 1 هيت ان ذا ايرث، اللي هي الحراره في داخل الارض. ركز معايا بقى هنا، هم الاول ذا لاند اوف فاير اند ايس، يعني ارض النار والثلج. يا ريت تبقى ماشي معايا بالليبل بن بتاعك كده علشان تبقى انت عارف انت خدت ايه. تمام، الحكايه اللي حصلت ان في ولد وابوه راحوا زاروا ايسلندا، فالولد بدا يكتب لنا المذكرات بتاعته. معايا يا مستر؟ بدأ يكتب مذكرات. أول حاجة حط نمبر 1 على ساندي، وبعد كده نمبر 2 على يوم ماندي، وبعد كده هنا هو في البيج اللي جاية اللي جنبيها نمبر 3 على تيوزدي، ثم بعد كده نمبر 4 على وينزدي، أوكي، ثم آخر حاجة على ثيرزدي. كده يبقى هم قعدوا كام يوم؟ 5 days. تعال نشوف بقى في كل day هم عملوا ايه. يلا بينا. Sunday 9th June، يعني 19 يونيو يوم الحد. Dad and I have just arrived in Iceland. يعني انا وبابا لسه واصلين لايسلندا. The land of fire and ice، اللي هم بيسموها ارض التلج والنار. I'm really looking forward to this holiday. يعني أنا بتطلع، أنا نفسي أشوف الرحلة دي، وحط underline على look forward to علشان بتيجي في الامتحان يقولك look forward to ولا in ولا off. I'm going to write everything down in this diary. يعني أنا هكتب كل حاجة في المذكرات بتاعتي دي. When we were flying over the island, we could see the volcanoes and the glaciers. يعني ايه؟ يعني اول حاجه وهم لسه ما وصلوش ايسلندا وهم طايرين بالطياره كده فوق ايسلندا، بصوا تحت كده لقوا ان ايسلندا فيها حاجتين. حط نمبر 1 على فولكانوز، ونمبر 4 على كلمه جلاسير. جلاسيرز اللي هي الكتل الثلجيه، ولو انت بتنطقها بالبريتش هتقولها جلاسير، اوكي. يبقى فولكانوز اند جلاسيرز يعني البراكين والكتل الثلجيه. عارفين العصر الجليدي ده اللي هو لما كان الكتل بتاع التلج ده عماله تسيح؟ هو ده. None of the volcanoes was erupting، يعني ولا حاجه من البراكين اللي احنا شفناها بالطياره، هم لسه ما راحوش ايسلندا، لسه فوق ايه؟ فوق ايسلندا بالطيار. ولا واحد من البراكين ده was erupting، يعني ولا واحد من البراكين ده بيصور بيطلع الحمم بتاعته اللي هو جواه كده، يعني معناه ان هو ايه؟ خامد. ما فيش حد ايه ما بيطفعش البراكين بتاعته ولا بيطلع النيران بتاعته. I would like to see an eruption، بس انا كان نفسي اشوف ايه الصوران بتاع البركان ده واشوف هو ايه بيطلع الحمم بتاعته ازاي. It would be thrilling but active volcanoes are dangerous. يعني ايه؟ يعني البركان ده او المشهد ده هيكون، المشهد ده هيكون رائع، but active volcanoes are dangerous. يعني ايه؟ ركز في دي. وهو فوق الطياره اللي حصل بقى، وهو في الطياره كده وفوق الجزيره دي، هو شاف حاجتين، شاف براكين اللي هي الفولكانوس، وشاف الجلاسير، الجلاسيرز اللي هي الكتل الثلجيه دي. فهو كان بيقول لنفسه وهو لسه في الطياره، انا كان نفسي البراكين دي تكون ايه بتصور كده وبتطلع الحمم البركانيه عشان شكلها يبقى حلو. بس رجع قال لنفسه ايه؟ قال ان الاكتيف فولكانوس are dangerous. البراكين اللي هي بتصور وبتطلع النيران دي تعتبر سيف ولا دينجرس؟ ليه؟ لانها هتطلع لك نار، ممكن اي حد يكون جنبيها ولا حاجه تحرقه. فيا فرحتي ان انا اتفرج عليها وهي بتطلع النيران وبتحرق الناس. It's safer when they are quiet. بس البراكين دي بتكون ايه؟ امن لما بتكون ايه؟ هاديه ما بتصورش. يعني انا مثلا هروح انا وروان، البركان ده هو بقاله 20,000 سنه ما صارش، لكن هو مش هيصور بقى خلاص. ممكن ننزل بقى جواه نتصور البتاع، الحيطان بتاعته اشعه الشمس تخليها عليها الوان والكلام ده، فبيبقى امن ان احنا ننزل جواه. لكن طبعا لو بركان لسه ايه عامل صورين من كام شهر ولا حاجه مش هنزل، عشان ممكن على حظنا الهباب البركان ده يصور نبقى رز بلبن. Tomorrow we're going to هيكلا. احنا بكره ان شاء الله هنروح هيكلا. ايه هيكلا دي؟ هيكلا دي اللي هو الجبل اللي انت شايفه قدامك ده. ده كان عباره عن ايه؟ بص كده، It's an active volcano but it hasn't erupted
for several years. يعني هو كان عبارة عن بركان مركزة عبارة عن بركان وإيه وما صارش من سنين فعمل زي جبل كده. ده كده أول يوم إيه يوم الحد. يبقى يوم الحد هم عملوا إيه شافوا بالطيارة الفولكانوز والجلاسيرز. أوكي واتمنوا إن هم أو هم كانوا هو اتمنى إن هو يشوف الصوران البركاني ده. أوكي ورجع بعد كده قال ايه بس البراكين اللي هي اكتيف دي تعتبر دينجرس ولا سيف دينجرس وقالوا كمان ان هم هيروحوا هيكلا امتى تومورو هيروحوا بكره ايه لان هم لسه النهارده يا دوبك نازلين بالطياره كده بكره بقى اللي هو الاثنين بقى today we climbed to the top of هيكلا بداوا اليوم ده هو يتسلقوا الجبل بتاع هيكلا او البركان بتاع هيكلا طيب We didn't go into the crater. يعني تاني يوم يا جنى تاني يوم يا لوجي بدأوا يتسلقوا الجبل بتاع هيكلا ده اللي هو عبارة عن بركان. بيقول لك احنا وصلنا للكريتر بتاعته. ايه الكريتر اللي هي الفوهة ده هي اللي هو طلع منها الدخان ده. دي اللي اسمها الكريتر. So there was snow on the ground but in some places the rocks were warm. يعني ايه الكلام ده؟ مش انت قلت لي ان البلد ده هي أرض النار والتلج بيقولك إن بالرغم إن البلد ده هي بلد ساعة جدا وفي تلج في كل حتة بس إحنا لما جينا تسلقنا الجبل البركاني ده هو لقينا إن الصخور إيه سخنة ليه؟ لأن تحت الأرض في مين؟ نار فبالتالي النار دي مسخنة لإيه؟ الصخور عاش فاهمين يا شباب؟ The snow was melting and the rocks were steaming ده لدرجة إيه؟ ركز يا فيروز بيقول لك لدرجة إن التلج اللي كان على الصخور ده من كتر ما الصخور كانت سخنة التلج ده ساح وبدأ يعمل زي بخار كده بخار مية كده زي المية كده لما بتسخنها كده عشان تاخدي شاور Our guide picked up small rock and told us about يعني إيه؟ يعني المرشد بتاعنا راح التقط كده راح خد حتة صخرة كده أو حط الطوبة وقعد إيه يحللها يقولك الطوبة دي كانت من عصر كذا بقالها كذا وكانت جوه البركان ومش عارف يقعد يفحص الصخور كده ممكن طبعا يلاقي فيها بقى إيه عظم ديناصورات حاجات الكلام الله أعلم هيلاقي فيها إيه And when the volcanoes erupted the rock from deep under the ground comes out of the volcanoes and the rock is so hot That is liquid. يعني إيه؟ يعني بيقول لي لو إحنا مثلا مسكنا كشكول زي ده بيقول لي هنا هو إن ده كده ده بركان هو معايا فيروز البركان ده هيبدأ يصور بيقول لي إن الصخور ده هي لما بتبقى سائلة مش بتبقى هي تعتبر ممكن تنزل كده وممكن تنزل كده طيب يبدأ يصور تاني الصخور تبدأ تنزل كده ويبدأ تنزل كده صح لحد ما تبدأ تعمل إيه جبل كبير اللي هو الفولكانو فهمتوا جاي كده جاي إزاي يعني هو بيقول للصخور لما بتبقى لسه طلع من البركان بتبقى سائلة عاملة زي المهلبية اللي ماما بتعملها كده تمام يبقى هاتي طبق سمنت It runs down the sides of the volcanoes and then it cools أهي يعني إيه يعني بتنزل على جوانب البركان زي ما احنا ما قلناه هنا اهو وبعد كده بتبرد لما بتبرد اهو بتبقى صلبة بتبقى بقى ايه صخور صلبة It's called lava طيب بعد كده بيقول لي ان الحاجات اللي هي بتطلع ده من البركان اللي انتوا شايفينها زي الابخرة دي اللي هي بتبقى عاملة زي المهلبية ده سيبها خالص انا هرجع لها تاني عشان هي لسه جاية الحاجات اللي هي بتبقى سائلة دي بيسموها اللافا بيسموها ايه؟ اللافا يبقى المهلبية ده هي اللي هي بتطلع من البركان اللي هي السائلة دي اللي هي لما بتنشب بتبقى الصخور دي بيسموها لافا بيسموها ايه؟ لافا معناها بالعربي حمم بركانية حمم ايه؟ بركانية طيب ماشي It isn't smooth مشكلتها في ايه بقى يا روان؟ ان هي مش ناعمة يعني مش عاملة زي السيراميك كده ممكن امشي عليه وانا حافي لا ليه؟ لان هي صخور صح؟ تلاقي حاجة بقى مدببة سن طالع كده يا سلام بقى لو أنا عايز أعذب مثلا إيه لوجي ولا حاجة خليها تمشي من غير جزمة هناك يا نهار أبيض أهو At all it feels very rough and a bit sharp يعني إيه يعني هي خشنة وإيه وحدة You can easily cut yourself on it يعني بسهولة أنت ممكن إيه تجرح نفسك أول ما تمشي بس كل اللي تعمله امشي حافي بس وما تقلقش هتخش المستشفى على طول أوكي طيب تعالى نعيد تاني
بس قبل ما نعيد تاني تعالى ناخد الجزء ده وبعد كده نعيد تاني. Our guide's name is Eri. يعني المرشد بتاعنا اللي كان معانا اسمه إيري. طيب ماشي خليك معايا. يبقى احنا هنا هو ركزي يا اللي لسه جاية. احنا النهاردة بنتكلم عن the land of fire and the ice. يعني land of fire and the ice أرض النار والتلج. طب ازاي هو النار مش عكس التلج؟ طب ايه اللي بيخلي الاتنين دول؟ انا هنا بتكلم عن مدينة او بلد اسمها ايسلندا. بلد اسمها ايه؟ ايسلندا. بيقول لي ايسلندا ده هي ندى عبارة عن بلد في شمال اوروبا الشتاء فيها كله تلج. تمام؟ طيب لكن تحت الارض في مين؟ في براكين وفي نيران، فبالتالي سموها ارض النار والتلج. اتفقنا؟ طيب الدرس بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ولد وبابا هيبدأوا يسافروا ايسلندا. فالولد هيبدأ يكتب مذكراته. الولد هيبدأ يكتب ايه؟ مذكرات. المذكرات بتاعته ماشية ازاي؟ ماشية من اول يوم الحد ساندي، وبعد كده الماندي، وهنا التيوزدي والوينزدي والثيرزدي، الخمس ايام دول. اتفقنا كده يا دكتورة؟ انا بعيد تاني عشان صاحبتي اللي اتأخرت علي. طيب تعالي نشوف في ساندي يوم الاثنين يوم الحد فوق ايه اللي حصل. بيقول لي في ساندي هم كانوا لسه طايرين بالطيارة، لسه ما نزلوش لأيسلندا، فشافوا حاجتين علامات بارزة في أيسلندا. زي انت مثلا يا روان كده تكوني طايره فوق مصر، فايه اكتر حاجتين بتشوفيهم مميزتين؟ ساعات البرج او الاهرامات، صح كده، او نهر النيل. هم بقى شافوا ايه؟ شافوا الفولكانوز والجلاسيرز اللي هي ايه؟ البراكين والكتل الثلجيه. براكين كتير قوي في ايسلندا وفي كتل ثلجيه. طيب ماشي، ايه تاني؟ الولد ده هو اتمنى ان البراكين ده يكون بتصور، علشان وهو طاير بالطياره يبدا يشوفها وهي ايه؟ بتصور. اتفقنا؟ طيب ايه كمان؟ رجع قال لك بس صوران البركان ده ممكن يموت ناس لان هو هيبقى دينجرس وكده. اوكي يا شباب. بعد كده بيقولوا لي ان هم كانوا مخططين يوم الحد ان هم يوم الاثنين ان شاء الله يزوروا هيكلا. ايه هيكلا دي؟ الجبل اللي قدامك ده اسمه جبل هيكلا، عباره عن جبل بركان، بركان اتعمل من الجبال. اوكي. طيب سالوا بقى المرشد بتاعهم فقالوا ان هيكلا ده ما كانش جبل. هيكلا ده ما كانش ايه؟ جبل. ليه سمان ده ما كانش جبل؟ لان هو اول حاجة كان عبارة عن حتة ارض كده البركان بدأ يطلع منها، اللي هو الحمم البركانية الطرية دي. فبدأت لما تطلع، بص كده، بدأت لما تطلع، ادي الحمم البركانية هي بدأت تطلع كده. اوكي؟ بدأت تنشف فتعمل ايه؟ زي جبل صغير. بدأت تصور تاني، تيجي على اليمين وعلى الشمال. بدأت تصور تالت لحد ما كونت الجبل ده. فالجبل ده عبارة عن ايه؟ صخور كلها كانت سائلة من بطن الارض طلعت فوق ونشفت. حد قاعد مش فاهم يا شباب؟ انا بشرح بالعربي عشان الناس كلها تكون واضحة معايا. يلا بينا بقى نكمل من اول. Our guides. Our guide's name is Eri. الولد المرشد ده اسمه Eri. طيب. In the hotel this evening he drew a diagram of what Hekla looks like inside. يعني ايه؟ يعني هم شافوا هيكلا من فوق او من بره، لكن المرشد بتاعهم اللي هو اسمه إيري راح رسم لهم كده زي رسم بياني للبركان ده هو يا ندى من جوه، لان هم مش عايزين يخشوا البركان من جوه. فبدا يقول لهم البركان ده مثلا فيه كذا وفي صخور كذا وفي شكل كذا، وايه بناء على ان هو نزلوا مره قبل كده. Now I understand why the ground was hot. عشان كده الولد ده هو كتب في المذكرات انا ليه فهمت ان الارض سخنه. ليه الارض سخنه؟ عشان فيها ايه تحت؟ فيها براكين نار اهو. And there is a liquid rocks down there. وكمان عشان في صخور سائله تحت ايه؟ الارض. بس الصخور دي ما بتطلعش. بتطلع امتى؟ لو البركان ده ايه؟ نشط. طب لو البركان خامد ما بتطلعش. اوكي. ناو إيري شود اس بيكتشرز اوف هيكلا ايرابتنج. يعني راح مور لهم بقى صور كان هو مصورها لبركان هيكلا زمان اول ما كان بيصور وبيعمل الحمم البركانيه اللافا بتاعته دي. اند هي ليت مي كيب ذيس وان. يعني راح مديله صوره كده قال له ايه؟ خدها مني هديه اهي. صوره لمين؟ للبركان وهو بيصور. And he is very nice. He's a study student. مش شايفها. He's a student at the moment. يعني ايه؟
يعني الولد إيري ده ولد لطيف، وعرفنا إن هو تلميذ طالب. طب طالب ده بيدرس فين يا سمندة؟ قال لي هو طالب but he is going to be a geologist، يعني هو طالب بس هيكون جيولوجيست. بتعرفين إيه الجيولوجيست ده؟ الجيولوجيست ده اللي هو عالم طبقات الأرض، اللي هم الناس اللي بتدرس طبقات الأرض، يقول لك المكان ده فيه بترول ولا لا، أو دول مهمين قوي زي مهندسين البترول والكلام ده. يجي يقول لك يا فيروز احفري في المكان ده فيه ذهب، احفري في المكان ده فيه بترول، فيه غاز طبيعي. الناس دي بناء على ان هم دارسين طبقات الأرض. يبقى الجيولوجيا ده العلم اللي بيدرس كل حاجة تحت الأرض، تمام؟ يعني نوجي دي لو استخبت تحت السرير العلم ده هيدرسها. he knows a lot about rocks and everything about the volcanoes in Iceland. يعني ايه؟ يعني هو الولد ده في مستين، ركزي يا فيروز، في مستين. يبقى احنا كنا بنقول الولد ده في مستين. ايه بقى المستين؟ اولا ان هو من ايسلندا، فعارف المكان. يعني مثلا زي فيروز كده اجي اقول لها طب الاماكن هنا ايه فيروز؟ تقول لي مثلا في هنا مثلا مستر في الشارع كباب جم احمد، هنا في مثلا مخلل ابو فاروق. هي عارفه المكان الاماكن، فهي ايه من المنطقه دي. لا ده كمان هو بيدرس جيولوجيا، بيدرس علم طبقات الارض. يعني الولد ده عالم كمان بالحاجات دي. نكمل يا شباب. يبقى الحد والاثنين، الحد شافوا البراكين، انا بكرر كتير عشان احفظ درسي، الحد شافوا البراكين وشافوا الجلاسيرز اللي هي الكتل الثلجيه اللي هي زي في العصر الجليدي كده، ويوم الاثنين شافوا هيكلا، شافوه من بره، وإيري ده ادالهم صور ليه وهو ايه موجود انسايد ات جواه. طيب تيوزداي 21 جون، يوم بقى الثلاث، تعال نشوف هما يعملوا ايه. today we saw is a glacier. It's a kind of hot spring. خلي بالك، انت خدت قبل كده في البيج اللي فاتت جلاسرز اللي هي الكتل التلجية، اللي هي زي العصر الجليدي كده. شفت العصر الجليدي لما كانوا بيبقفين على الكتل التلجية ده الجلاسرز. اما ايه الجلاسر ده؟ الجلاسر ده اللي هو الينابيع المائية. يعني ايه؟ يعني مية كده بتطلع من تحت الارض، مية سخنة. اوكي؟ طيب ماشي. يبقى الايه؟ يبقى today we saw a geyser that's a kind of hot spring. About every 10 minutes hot water went shooting up from the ground like huge fountain. اللي هو قدامك ده، يبقى ده اللي هو الجيسر ده عبارة عن ايه؟ نافورة من المية السخنة. طبعا يا لوجي لو انت وقفت تحتيها هتتحرقي، تمام؟ عشان المية سخنة جدا. It was fantastic. The water underground is heated by the hot rocks. يعني ان المية دي كانت سخنة بسبب الصخور اللي تحت ايه؟ الارض. First it bubbles, then when it gets really hot, it suddenly goes up about 10 meters high. What incredible power. يعني يا مستر، يعني هي في الاول كانت بتعمل زي فقاعات كده، زي بقليل كده، وبعد كده فجأة بدأت ايه؟ تطلع في الهواء كده لمسافة 10 متر ايه في الهواء فوق، زي ما انتم ما شايفين كده. Wednesday 22nd of June we went to really strange place. Today we went to the top of volcano. يعني بقى في اليوم ده هم طلعوا لقمة الجبل، أعلى حاجة في الجبل، قمة الجبل البركاني ده. And then we went down inside. وراحوا دخلوا جواه. يبقى قبل كده في الأيام اللي فاتت ما كانش لسه دخلوا جواه. دائري كان مديلهم شكل إيه؟ الجبل ده والبركان من جوه. The ground was steaming and there were lots of hot springs. يعني لما دخلوا جوه الفوهة البركانية دي لقوا إن فيها نبيع مية سخنة، ولقوا إن فيه صخور إيه؟ ساخنة. Sometimes these springs are boiling hot, so you must be careful. يعني ايه؟ يعني بيقول لك بعض الينابيع المية دي بتكون المية فيها بتغلي، علشان كده تخلي بالك لو انت قربت من بركة مية ولا حاجة وحطيت ايديك فيها ممكن ايديك ايه؟ تتحرق. There were noisy bowls of hot bubbling mud too, and there are cold mud boots. يبقى هنا هو خلي بالك، يوم الاربع لما نزلوا الصخور جوه او نزلوا الجبل ده شافوا ايه؟ شافوا ان في برك ميه
وشافوا ان في برك مات بوتس اللي هي ايه برك طينيه يعني عباره عن ميه ماشي او طينه الطينه دي فيها ايه فيها ميه فبالتالي ايه لو انت نزلت ولا حاجه كده ايه ممكن ايه ممكن هدومك ايه تتوسخ. طيب الطمي ده هو او الطينه ده هي كان الطمي ايه طمي ساخن ليه لان احنا قلنا ان الصخور جواها ايه جواها درجه حراره. What were the sounds؟ يا له من ايه اصوات رائعه. A long time ago people believed in dragons and monsters they thought they live in volcanoes and now I know why. يعني ايه يعني بيقول لك ان الاصوات بتاعت الميه دي كانت بتعمل زي انت بتعمل زي بقللة كده فكان الناس بره اللي ما كانش بيخشوا جوه البراكين دي لان طبعا كانوا بيخافوا يخشوا جواها عشان البركان يصور فكانوا بيعتقدوا ايه كانوا بيعتقدوا بصي هنا الصوره بتاع الايه التنين كده وليه والوحوش كانوا بيعتقدوا ان البراكين دي جواها ايه تنانين ووحوش عماله تعمل الصوت ده. اوكي And the noises sounded like traffic monsters under our feet. يعني كان الصوت ده كأن بالضبط صوت وحوش إيه تحت رجليهم. What a peculiar place. يا له من مكان إيه غريب. آخر حاجة خلاص. Series day 21st of June. Today we was terrific Sunday. لا ثانية واحدة احنا فين. Today was terrific fun يعني اليوم ده بقى اللي هو كان اخر يوم كان terrific fun اللي هو كان يوم متعة حقيقية او متعة رائعة. ليه؟ We went to gigantic pool outside. يعني يا مستر يعني رحنا برك مية عملاقة. برك المية ده هي انت تتوقع ان هي في ايسلندا برك المية دي المية اللي فيها هتبقى متجمدة ولا هتبقى سخنة؟ احنا قلنا في ايسلندا من فوق من برة مش في الجبال من جوه هتبقى ايه؟ ها؟ احنا قلنا ايسلندا دي بلد تلج التلج ماشي بقى في كل حتة لكن تحتيها تحت الارض في صخور سخنة صح؟ طب هي البلد دي في الايه؟ في الهواء الطلق كده تفتكر ان المية اللي فيها تكون ايه؟ ساعة بس بيقول لك ان هنا I thought the water would be freezing cold يعني انا توقعت ان الايه توقعت ان المية دي هتكون freezing cold يعني هتكون متجمدة ليه يعني في تلج. اوكي but it was like being in a warm bath المفاجأة ان الايه ان المية دي كانت دافية ليه لان المية دي جاية منين من تحت الارض بتقابل مين فوق بتقابل درجة حرارة ساعة فبالتالي السقوعية مع الايه مع المية اللي بتغلي بتعمل مية ايه دافية. اهو it was brilliant كانت رائعة. A hot spring feeds the pool يعني ايه يعني المية الساخنة اللي تحت الارض بتطلع فبالتالي الجو بيبردها. It's like having a hot tap running all the time So the pool never goes cold. يعني هي ايه؟ يعني كأنها حنفية بالظبط عمالة ايه؟ تطلع مية سخنة وفي نفس الوقت الجو عمال يبردها فبالتالي عمرها ما هتبرد. هي تبرد امتى يا ندى؟ لو المية دي طلعت مرة واحدة وسكتت خلاص لو طلعت من تحت الأرض وسكتت فطبعا ايه؟ الجو هيخليها تبرد هتخلي المية دي كل زي الشاي دلوقتي أنا سيبته أهو دلوقتي. يقعد يبرد 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 طب لو انا تخيلي الشاي ده انا حاطط تحتيه مثلا مصدر نار ولا حاطه تحت حاجه مثلا سخنه هيفضل سخن زي ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. اوكي I wanted to stay all day tomorrow انا كنت نفسي ايه اقعد طول اليوم فين انا وبابايا في الايه في البركه دي. It is taking us to glacier this is the best holiday ever طبعا خدنا تاني يوم للجلاسير وده كان ايه كان احسن يوم احنا قضيناه في حياتنا. جسر طبعا قلنا ان هي الكتل التلجيه. ده بالنسبه للدرس بتاعنا النهارده يا شباب عرفنا ان هو كان بيتكلم عن مذكرات ولد لمده 5 ايام. يلا بينا.